الخبر بقى تاني خبر لطيف جدا، ودايما الشعب المصري الحقيقة بيبقى عنده يعني يعني السنسور او يقدر ان هو يحكم ويعرف كويس قوي مين اللي بيشتغل، مين اللي حاسس ان هو البلد بتتغير على ايديه، مشاريع شغل. فالتقدير وانك تشد على ايد المسؤول حتى ما يكون المسؤول ده هو اعلى قيادة في الدولة. بكلم حضراتكم عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عيد ميلاده النهاردة، وللمصريين بشكل خاص كده وعلى طريقة هم قرروا ان هم يحتفلوا بالرئيس ويقدموا التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاشتاج عيد ميلاد السيسي حبيبنا ده الهاشتاج اللي تصدر وكان ترند النهارده، شارك فيه عدد كبير الحقيقه ولافت النظر مش بس المصريين، لكن اللي يدخل على الترند كمان او على الهاشتاج ده يلاقي اشقائنا العرب كمان بيهنوا بيحيوا الرئيس وبيتمنوا كمان ان الشغل والتطور اللي حصل في بلدنا. فكره هو اي قوه للدوله المصريه اي تطور ليها هو بيصب في صالح الجميع، المنطقه العربيه كلها، فبناخد بإيد الكل. فكان الحقيقة كان في عبارات جميلة وتحية وتقدير وأمنية على لسان الجميع إن المسيرة تفضل مكتملة وإن المشاريع والإنجازات اللي الرئيس عملها نكمل فيها وإن بلدنا بتتحسن للأفضل وكل يوم في جديد وكل يوم في تطور. فطبعا كل سنة والرئيس عبد الفتاح السيسي طيب، وكل سنة ومصر والشعب المصري دايما بخير. بالمناسبة دي كان في الفنان عمرو مصطفى أهدى أغنية وطنية جديدة للرئيس بمناسبة عيد ميلاده، وهي تحت عنوان بص لقدام. خلونا نتابع كده ونشوف الكليب او الاغنيه دي ونرجع لحضراتكم. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله، وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه ارضي. أحلى وأغلى بلد في بلاد الدنيا بحالها، مهما عملت ومهما حاجات أكتر هعملها، أنا عمري في يوم ما هرد جميلها، كره عليا عمري في يوم ما أقدر أنساها، قبل الكل بتيجي وده اللي تعلمناه، مصر بتجري في دمي وحبها حب حياة. احلم بيكي وليكي وعايزك دايما فوق، مش هقبل حد يمسك يوم يا حبيبتي بسوق، مش عايزك تقلقي من بكره ولا من الايام، بص لقدام. بعشق ليلها ونيلها وحتى تراب شوارعها، قبل ما بلدي بتنده لي انا ببقى سامعها، والمجد زمان حالف رجعها، طول ما في قلبي النبض وطول ما فيا الروح، عمري ما فرط فيكي وحقك مش هيروح، واللي قرب منك خطوة ده مش مسموح. أنا ابنك أنت ويا ما بنتي عشانك كتير، أفديكي بقلبي وروحي أكيد من غير تفكير، هبني يا بلدي وعلي عشان أنا ببقى سنة والرئيس بخير، كل سنة ومصر طيبة ودايما لقدام ودايما مستقبل أفضل، يعني قيادة مخلصة وبكل إيد بتشتغل وكل ناس بتحب البلد دي وعايزين لها الأفضل في كل الملفات إن شاء الله. النهاردة